انتهت الصفقة مالتهم راح تصير وهم ما انا قلت لي ليش قلت لك انا ما اريد مثلا اجيب لك شيء تسبق الاحداث بس قول قريب جدا هسه يعني لاعبين قريبين يعني ولاعبين مثلا سعد واحد سعد ناطق ايه؟ سعد ناطق وقع جاحكي وياك تمام القريب يعني هساني ضرغام يعني اليوم خلاص يخلص اليوم ضرغام هسه يعني ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله انه ضرغام خلاص يعني اليوم يكمل ان شاء الله على عباس اليوم ان شاء الله على عباس ان شاء الله بلكت يعني حسب الموضوع قريب جدا ان شاء الله اليوم هو هم يصير ولاعبين اثنين يعني هذول اذا يجون قنبله يعني هذول القنابل بس مو بنادي عراقي فاحنا ما نريد نسلق الاحداث ان شاء الله نقول والله متانين هم يعني هم احس هذول الرجال اللي راح يفيدون تعرف انت اذا نحشيهم هسه لا مو من نحشيهم خاف تخرب هي وانا ما اقدر اخرب هذا فريقي لازم اني اعرف شلون يعني ان شاء الله ما اريد اضغط عليك زاد بس يعني ان شاء الله والله ان شاء الله انا قلت لك لو مثلا متاخر البرنامج في الدوره 11 يجوز اعلن لك اياها اقول لك خلاص وقعوا اللاعبين ما اقدر مو هسه خاف تخرب مو يعني فريقي لا ان شاء الله والله يعني بخير الله انا احترم هذا الموضوع في الدول القلب زين